السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنتمنى تكون احوالكم مزيانه. كنتمنى لكم النجاح في حياتكم وفي مسيرتكم في اي حاجه. اللي عنده الباك، اللي عنده اي حاجه، كنتمنى ليه النجاح في خدمته، في دراسه، في اي حاجه. المهم ما نطولش عليكم وندخل معكم في صلب الموضوع. لا شك هاد الايام كل شيء كيسمع على جريمه مارتيل، جريمة مارتيل اللي مازال ما بانوش جميع الأدلة على القاتل أو المجرم أو المجرمين بالقول بفصاحة القول، المجرمين اللي شاركوا في العملية ديال الإجرام ديال القتل ديال عزوز. ولحد الآن كيف ما سبق في الفيديوهات اللي فاتوا اللي حكيت لكم فيهم، ان راضي اعترفت بانها قتلت عزوز وقتلت ولدها شريف وبنتها حتى هي ماتت مسمومه. وقالت الراجلها لو وقعت لي شي حاجه سير عند البوليس. وتلقى في الاول تلقاو واحد الرفات عظام بقايا، وعاوتاني مره ثانيه مؤخرا تلقاو بقايا ديال العظام. مازال ما متاكدينش، بقى كيقولوا بان الاول ديال عزوز والثاني ديال شريف مازال شك في ان داك الرفات الثاني يقدر يكون ديال شي واحد اخر، ولكن 100% غادي يكون ديال شريف والاول هو ديال عزوز. الخوت اللي مشارك معنا في القناه شكرا، كنتمنوا لايك وتبارطاجي الفيديوهات مع اصحابك باش يوصلوا لجميع المتتبعين ونكبروا العائله ديال عمر الوهاب، وتفيدنا بالمعلومه ديالك في لي كومونتير. واللي ما مشتركش مرحبا بك اخويا، الا بغيتي تشارك ولا اختي الا بغيتي تشاركي مرحبا بك، وفيدينا بالاراء ديالك. والرقم ديالي ديال الهاتف راه كاين في الوصف ديال القناه وفي ديال جميع الفيديوهات اللي بغى يشارك معنا شي حاجه. المهم خوتي، كاينين معلومات جداد، معلومات حصريين كيف ما شفتوا في الفيديوهات اللي فاتوا، بان اخ ديال الراديو هو اللي باش اعترف بالجريمة وقال لهم راضية قتلت انا وهي راضية انا تقاتلهم هو عاوني ودار معايا الجريمة وهذه هي بصح. لكن الاخ اللي مشى واعترف بالجريمة هو فعلا اخ راضية، اعترف للسلطات الامنية ديال القنيطرة، لكن هاد الاخ ماشي هو اللي دار الجريمة مع راضية، وخا هي قالت لهم هو اللي دارها معاها. قال لهم اتصل بيا اخ ديالي اخر، اتصل بيا من الجزائر، وهذا الاخ 12 عام باش هاجر للجزائر، وقال ليه سير عند الامن ديال القنيطره واعترف ليهم، قول ليهم راه اختي راضية قتلت راجلها عزوز ودفناته بالمساعده ديال الاخ ديالها وديالي اللي في الجزائر. قضيه معقده صراحه، معقده ديال بصح وزادت تعقدت. من طبيعة الحال الأمن والسلطات الأمنية باش يتأكدوا راه كاينين اتصالات، وكاع عارفوا الأخ ديال الراديو اللي في قنيطرة الاتصالات اللي دار مؤخرا، وغيتأكدوا مزيان. وخا باقي لحد الساعة ما كاينش تأكد من هذا الخبر واش صحيح 100%، ولكن غالبا ما غيكون صحيح 100%، حيت راضي عندها أخوها في الجزائر وهاجر 12 عام، وهاد الأخ هو اللي شارك مع راضية في جريمة، ماشي الأخ ديالها اللي في قنيطرة. وهاد الأخ هذا اللي في الجزائر ضروري غادي يكون شي تناسق ولا شي اتصالات ما بين الجهات الأمنية المسؤولة في الجزائر وفي المغرب باش يسلموه ليه. كاينين أخبار بزاف 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 على هاد القضية المعقدة، قضية صراحة معقدة ومن معقدة بزاف، من أكثر الجرائم المعقدة اللي وقعت في بلادنا العزيزة المغرب، الله يحفظ الله يحضر السلامة. المهم راضية كانت كتمارس الشعوذة، كانت كتمارس الدعارة، كيقولوا الجيران، كان كيجي عندها واحد مول مرسيدس وكتركب معاه وكتمشي معاه مدة طويلة عاد كترجع. كيقولوا أن عزوز كان عارف بهذا الشيء وبغى يتزوج عليها، وهذا سبب من الاسباب اللي خلاها صفات هذه.
وكاينين اخبار اخرى كتروش، اخبار بان شريف، هذه اخر اخبار بان شريف مشارك معها في جريمه. هادشي اللي كيقولوا الجيران، ما كاين حتى شي دليل، وحد ما كاين حتى شي دليل، وشريف ميت وما يستطعش يدافع على راسو، او ما كاين حتى شي دليل، يعني ما يمكنش نجزموا بان شريف صراحه هو اللي عاونها. كيقولوا بان شريف قتل مع باه ودفنوا معاه، ولكن ما كاين حتى شي دليل حد يدافع. انا على حسب ما بان لي ان الابنة ديالها اللي متزوجة واللي ماتت بالسم، والابن ديالها اللي هو شريف، يكونوا عارفوا بالجريمة، ملي عارفوا بالجريمة او بغاو يقولوا شنو كاين، ناضت هي صفات عليهم. هذا احتمال، احتمال ممكن يكون، جو بونس. قدر انا غالبا على حسب التصور ديالي انها هي غتكون صفاتها العزوز شريف وبنتها، ملي عارفوا شنو كاين وبغاو يقولوا وبغاو يهضروا، حيت مختلفون كانوا كيشوفوا فيها شي نظرات، نظرات ديال ان امهم مذنبه، ناضت صفاتها اللي ملي بغاو يعترف. احتمال حتى حاجه، بقى ما كاين شي دليل 100%. مؤخرا كيقولوا ان راديا كلات الحجر ديال الراديو في الحبس، بغات تنتحر تنهي حياتها حيت وصلت لواحد الطريق مسدوده. صراحه مجرمه تستحق الف اعدام، تستحق العذاب قبل الاعدام، هاد الاعدام غادي يريحها. كاينين معلومات اخرين، معلومات جداد، الجيران اللي يالو الواد المارح بمارتين، قال لك شريف تصور معاه كان مجوج، السواج ديالو دام لمدة 4 سنوات وعندو وليدات، ملي اختفى وبان هاد الرفاد الأخير قالوا بأنه ديال شريف، المرا ديالو ما بانتش، ما كايناش، مختفي ليها الآثار. وهذا هي فيلم آخر دابا غادي يبدا فيه، مشات هاد مرت شريف وعلاش ما بانتش لحد الآن، باقي ما تعرفش هادشي علاش ما بانتش، وباقي البحث جاري، البحث حاليا. وشريف كان على خلاف مع الام ديالو بزاف ديال الوقت، تداخل اخر، عزوز ملي بان الرفات وتعرف انه ميت، فين هي العائله ديالو؟ واش ما عنده حتى شي عائله؟ عزوز عنده عائله وما بانتش في وسائل وسائل الاعلاميه، ما بانتش نهائيا. حاجه وحده هي البنيه اللي باقا حية ومازال، اللي فلتت من هاد المجزرة الإجرامية، اللي مازال مداخلة في بعضياتهم، ما معروفش الحل ديالها، ما معروفش شكون هو اللي دار هادشي كامل. هي راه راضية، هي رأس الحربة، شكون عاون راضية؟ واش راضية قتلت شريف تا هو بوحدها ودفناتو؟ واش راضية قتلت عزوز بوحدها؟ الاخ ديالها اللي في الجزائر هو اللي عاونها، ولكن شريف كيفاش دارت لها؟ وبنتها اللي ماتت بالسم كيفاش حتى هي دارت لها؟ هادشي كلشي مازال السلطات الامنيه كتحقق فيه، جاري البحث. راديه مجرمه تستحق العذاب الاليم قبل الاعدام، هادشي ماشي من حقي انا نقولو، ولكن اي متتبع واي مواطن مغربي غيبغي ليها هادشي، حيت راه خطر بحال الناس على المجتمع ديالنا. خوت الى فيديو قادم ان شاء الله، خليو معاكم دي كومونتير، بارطاجيو الفيديو و لايك ما خسر والو. نتمنى نكون خفيف على قلوبكم. كان معكم عمر الوهابي.